ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مقارنة سريعة ما بين قلايتين من اشهر القلايات، قلاية نيتري كوك وقلاية كينول. الاسئلة كتير عنهم عشان هما تقريبا نفس السعة اللترية، 5.5 لتر وكمان نفس السعر، فعشان كده الطلب عليهم كتير. هنقارن ما بينهم في كام نقطة كده، اولا السعة او الحجم وكمان الوط، وهنشوف شكلهم من جوه ومن بره، وهنقارن ما بين سهولة التنظيف والبرامج، وكمان نختار مين فيهم، وهنعرف المميزات والعيوب. اولا بالنسبة للوظيفة الاساسية، الاتنين بيعملوا نفس الحاجة، الاتنين بتقدري تقلي فيهم بمعلقة زيت واحدة بس، وكمان تقدري تشوي فيهم وتخبزي وتحمصي وتعملي كب كيك او كيك لو انت حابة ده. ده كله الى جانب الوظيفة الاساسية وهي القلي بمعلقة زيت واحدة. الموديل اللي قدامي ده نيوتري كوك موديل النسي AF205K اللي لونه اسود، اما موديل كينوت موديل رقم الموديل HFB50. بالنسبة بقى للحجم الخارجي او الشكل الخارجي، قلاية كينوت حجمها ضخم شوية من برة، فمحتاجة مكان كبير شوية في المطبخ. تعالوا بقى نتكلم على الفروق ما بينهم بنوع من التفصيل. اولا بالنسبة للوات او السرعة، موديل نيوتري كوك 1700 وات، اما موديل كينوت 1800 وات. يعني موديل كينوت اعلى ب 100 وات، وده هيفرق في سرعة تحضير الطعام. يعني كينوت هتكون اسرع بحوالي دقيقة او دقيقتين في سرعة تحضير الطعام. لو انا حاطة نفس الكمية بالظبط، فكينوت هتخلص او هتسوي الاكل بسرعة اسرع من موديل نيوتري كوك. بالنسبة بقى للحجم او السعة، انا عندي السعة اللترية الاتنين زي بعض 5.5 لتر، والاتنين مقاساتهم دبل اكس ال، يعني يكفوا حوالي 4 أو 5 أشخاص. بس مهمناش السعة اللترية في حاجة، كل اللي يهمني هو مقاسات الشبكة او السعة بالجرام. بالنسبة للموديل نيوتري كوك، السعة بالجرام 1400 جرام، يعني الشبكة تشيل 1400 جرام من الطعام الصلب، او تشيل 1400 جرام من البطاطس الفريش، او تشيل فرخة كاملة 1400 جرام. بالنسبة بقى لمقاسات الشبكة، طول في عرض في ارتفاع 23 × 24 سنتي في ارتفاع 9 سنتي، ده بالنسبة للموديل نيوتري كوك. اما بقى لموديل كينوت، الشركة منزلة مواصفات الشبكة انها تشيل 2400 جرام من الطعام، بس انا بالنسبة لي بالنسبة لمقاسات الشبكة وبالنسبة لحجم الشبكة نفسه، القلاية تشيل 1400 جرام من الطعام الصلب، يعني برضو تشيل 1400 جرام من البطاطس الفريش، او تشيل فرخة كاملة 1400 جرام. وبالنسبة لمقاسات الشبكة، طول في عرض في ارتفاع 25 × 23 سنتي بارتفاع 11 سنتي، ده شكل الشبكة، شكل الشبكتين جنب بعض، شكل القلايتين جنب بعض. يعني كده مقاسات الشبكة اللي احنا قسناها دي، قلاية كينوت اكبر بمقاسات الشبكة عن موديل نيوتري كوك. موديل كينوت اطول بحوالي 2 سنتي في الطول وفي العرض، موديل نيوتري كوك اطول بحوالي 1 سنتي. اما بالنسبة للارتفاع، موديل كينوت اطول بحوالي 2 سنتي في الارتفاع. والقلايتين ديجيتال، التحكم فيهم عن طريق اللمس، وبهم شاشة ديجيتال بتبين درجة الحرارة والوقت، وتقدري تظبطي فيهم الحرارة من 200 إلى 60 درجة، أما الوقت بتقدري تظبطيه من دقيقة ل60 دقيقة. وبالنسبة بقى للبرامج، الاتنين فيهم برامج طبخ معدة مسبقا. موديل نيوتري كوك فيه 10 برامج طبخ معدة مسبقا، منها برنامج البطاطس، برنامج أفخاذ الدجاج، برنامج البرجر، برنامج السمبوسة، برنامج السمك، برنامج الستيك، برنامج البروكلي، برنامج الكيك، وبرنامج البيتزا. أما كينوت فيه 7 برامج طبخ معدة مسبقا، منها برنامج البطاطس، برنامج اللحوم، برنامج الكشريات البحرية زي الجمبري، برنامج الكب كيك، برنامج أفخاذ الدجاج، برنامج شرايح اللحم أو الستيك، برنامج السمك. يعني كده نيوتري كوك احسن في البرامج. كينوت فيها 7 برامج، اما نيوتري كوك فيها 10 برامج طبخ معدة مسبقا. يعني موديل نيوتري كوك فيه 3 برامج طبخ معدة مسبقا زيادة عن موديل كينوت، وفيهم البرامج مختلفة تماما عن بعض. بالنسبة بقى لسهولة التنظيف، الاتنين نفس مستوى التنظيف، لان الاتنين عبارة عن حلة وبها سلة داخلية، والاتنين تقريبا شبه بعض في الحلة. دي شبكة نيوتري كوك مربعة الشكل وبها فتحات تهوية من الجنب، والقلاية مربعة الشكل وسهلة التنظيف جدا، وخامة الشبكة تيفال وبها مادة منع الالصاق، تمنع التصاق الطعام بها. ميزة نيوتري كوك ان شبكة ليها مربعة الشكل اكتر من موديل كينوت. دي شبكة كينوت، تحس انها الى حد ما شكلها بيضاوي شوية، بس هي اكبر بمقاسات الشبكة عن موديل نيوتري كوك، وليها نفس الشبكة برضو، الشبكة إلى حد ما بيضاوية شوية أو مستطيلة، والشبكة تيفال سهلة التنظيف جدا وبها مادة مناعة للالصاق، تمنع التصاق الطعام بها. عايزة أقول ملحوظة بالنسبة لشبكة كينوت، لازم تفتحيها بشكل صحيح وتدخليها في مكانها مظبوط بشكل صحيح عشان ما تحتكش، أو الأطراف دي ما تحتكش منها، تطلعيها بشكل مظبوط كده. وانت بتدخليها بقى لازم تسمعي صوت التكة، وتدخليها بالراحة خالص في المجرى المخصص ليها
كده وتسمعي صوت التكة دي عشان تبقى متركبة بشكل مظبوط عشان ما تتجرحش منه. عندي ملحوظة كمان بالنسبة للقليتين او بالنسبة للتجويف الداخلي، لو شلنا لو جينا نشيل الشبكة او شلنا الشبكة كده او الدور، هنلاقي موديل نيتريكوك التجويف الداخلي اللي هو ده، التجويف الداخلي ده ليه ستانلس. اما بالنسبه للتجويف الداخلي لشبكه الكينود، التجويف الداخلي ليه من جوه من الداخل كده ليه بلاستيك. وبالنسبه لان هي بلاستيك دي ميزه مش عيب عن القلايات اللي التجويف الداخلي ليها ستانلس. ميزتها ان هي اولا بتحتفظ بالحراره وقت اطول، البلاستيك بيحتفظ بالحراره وقت اطول، وكمان سهل في التنظيف عن الموديلات الستانلس. وكمان في ميزه تانية ان هي مفيش احتماليه ان هي تصدي من جوه. دي ميزه القلايات التجويف الداخلي ليها بلاستيك عن القلايات اللي التجويف الداخلي ليها ستانلس. بس في عيب واحد في القلايات اللي التجويف الداخلي ليها بلاستيك، ان هي بتلقط الريحه او بتحتفظ بالريحه شويه، فعشان كده لازم تنظفيها اول باول عشان ريحه الطعام ما تلزقش فيها. وكمان لما تيجي تشغليها فاضيه اول مره بتلاقي ريحه بلاستيك فظيعه عن القلايات اللي التجويف الداخلي ليها ستانلس. دي الميزه او العيوب للقلايات اللي التجويف الداخلي ليها بلاستيك. وبالنسبه بقى لطريقه التحكم، التحكم فيهم عن طريق اللمس، وبهم شاشه ديجيتال بتبين درجه الحراره والوقت، بتظهر هنا لما تكون القلايه شغاله، وهنا بتظهر في الكينود هنا. بس عندي في ميزه في قلايه كينود عن قلايه نيتريكو، ان شاشه التحكم ليها مرفوعه فوق شويه او فوق ناحيه السطح شويه، ودي ميزه مش عيب. دي ميزه عشان الشاشه بتكون بعيد عن البخار الناتج من الطعام، فده امان ليها اكتر. ايه الميزه في كده؟ ان هي بتكون بعيده عن الابخره او البخار الناتج من الطعام، وده بيحافظ عليها اكتر عشان ما تبقاش عرضه للتلف او حاجه زي كده. وبالنسبه للشاشه الديجيتال كينود عليها ستيكر، لازم الستيكر ده يتشال، اللي هو الستيكر اللي موجود هنا ده لازم تشيليه قبل اول مره استخدام. دي ملحوظه حبيت اقول عليها بالنسبه للشاشه الديجيتال في موديل كينو. وبالنسبه بقى للخامه، احنا قلنا الاثنين خامتهم تيفال سهله التنظيف جدا، بس عندي ملحوظه على الخامه او طبقه التيفال. طبقه التيفال في موديل نيتريكوك احسن شويه من طبقه التيفال لموديل كينو. موديل كينو طبقه التيفال بتقشر بسهوله، فلازم المحافظه عليها جدا. لو هتجيبي كينو لازم تحافظي عليها جدا، حاولي تستخدمي معاها ورق زبده او مفرش سيليكون او اي حاجه تحافظ عليها. وبالنسبه بقى لطعم الاكل او نتيجه الاكل فيهم، فالاثنين طعم الاكل فيهم حلو جدا ومش متغير. الاثنين ما بيغيروش طعم الاكل، والاكل فيهم حلو جدا، بس نتيجه الاكل في موديل كينوت احسن شويه من موديل نيتريكوك. والقلايتين توزيع الحراره فيهم متساوي، مفيش فرق بينهم في توزيع الحراره، بس زي ما قلنا موديل كينوت نتيجه الاكل فيه احسن شويه من موديل نيتريكوك. بالنسبه بقى للتقفيل، فموديل كينوت تقفيله احسن شويه من موديل نيتريكوك. وبالنسبه لصوت القلايتين، الاثنين صوتهم هادي اثناء التشغيل، والاثنين لما القلايه بتخلص قلي بيفصلوا تلقائي. بعد ما القلايه بتخلص قلي بتفصل تلقائي وتديكي جرس تنبيه ان القلايه خلصت قلي، او تديكي جرس تنبيه. الميزه دي موجوده في القلايتين، والقلايتين فيهم ميزه ايقاف التشغيل التلقائي، يعني لو حابه تقلبي الاكل في النص بتشدي الدرج فالقلايه بتفصل تلقائي اثناء الطهي. لما بتشد الدرج كده القلايه بتقف لوحدها او بتفصل السخان والمروحه، لما بترجع الشبكه مكانها تاني القلايه بتكمل شغل تاني. ونفس الميزه موجوده في موديل كينوت، لما بتشدي الدرج القلايه بتفصل لوحدها او بتوقف الموتور والمروحه، ولما بترجعي الدرج مكانه القلايه بتكمل شغل تاني او بتكمل او بترجع تشتغل تاني لوحدها. الميزه دي موجوده في القلايتين. بالنسبه بقى للمميزات الخاصه بكل موديل فيهم، عندي كذا ميزه في موديل نيتريكوك عن موديل كينود. اولا ميزه التنبيه لهز السله، موديل نيتريكوك فيه ميزه التنبيه دي، بتديكي جرس تنبيه عشان تفتحي وتهزي السله او تقلبي الطعام. الميزه دي مش موجوده في موديل كينود. وفي ميزه كمان، ميزه تعديل الحراره تلقائي اثناء الطهي، يعني القلايه لما بتكون ظابطه على برنامج معين بتعدل الحراره للبرنامج ده. يعني مثلا لو ظابطه على 200 بتعدل درجه الحراره تلقائي، بتخليها مثلا 180 عشان الاكل ما يتحرقش، او لو حبيتي او لو انت يعني نسيتي الاكل او حاجه فهي بتعدل الحراره تلقائي اثناء الطهي. الميزه دي برده مش موجوده في موديل كينو. بالنسبه للمميزات، موديل نيتريكوك احسن شويه في المميزات، لان فيه ميزه التنبيه لهز السله وميزه تعديل الحراره تلقائي اثناء الطهي. يبقى كده المميزات في نيتريكوك اكتر. تعالوا بقى نتكلم على العيوب. العيوب اللي ظهرت فيهم لحد دلوقتي ان موديل نيتريكوك اللوجو ده بيقع شويه من البخار او من السخونه. لما بتيجي تفتح الشبكه كده البخار اللي بيطلع من الاكل بيوقع اللوجو ده، او اللوجو ده بيقع من البخار ده. ده العيب اللي ظهر في موديل نيتريكوك. بالنسبه بقى للعيوب اللي ظهرت في موديل كينود، ان طبقه التيفال ليها ضعيفه شويه، فمحتاجه المحافظه عليها جدا وانت بتتعاملي معاها، لازم تحافظي عليها وانت بتدخلي الباسكت او بتشيليها، لازم تحافظي عليها جدا، حاولي تستخدمي معاها ورق الزبده. وبالنسبه للعيوب اثناء التنظيف، الشبكتين فيهم فتحات تهويه من الجنب، ده بيخلي التنظيف صعب شويه. نفس فتحات التهويه موجوده في موديل كينود،
يعني الاثنين الدهون بتتراكم عليهم في فتحات التهويه دي، مما يصعب تنظيفها، فلازم تنظفيه اول باول عشان الدهون ما تتراكمش عليها ويصعب تنظيفها. طب انا اخترت دلوقتي اختار مين فيهم؟ انا برشح موديل نيتريكوك لان طبقه التيفال دي افضل، وكمان البرامج فيه احسن، وكمان المميزات اكتر لان فيه ميزه التنبيه لهز السله، الميزه دي مش موجوده في موديل كينوت. كمان فيه ميزه تعديل الحراره تلقائي اثناء الطهي. الميزتين دول حلوين جدا موجودين في نيوتريكوك ومش موجودين في كينوت، بس بالنسبه لنتيجه الأكل او نتيجه الاكل في موديل كينوت احسن من موديل نيوتريكوك. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو عندكم اي سؤال سيبوه لي في التعليقات وهرد عليه فورا، وما تنسوش تدعموني بلايك او كومنت على الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا لكم جدا.